الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تقولون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بك رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأبواب وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحب نبيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله والأنصار رسول الله، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وسيدنا الشيخ محمد جدنا شيخ محمد أرشد البنجري شيخ محمد كشف الأنوار بن هجة إسماعيل البنجري وإلى روح شيخ كيجي شروان عبدان من أهل التقوى ومن أهل الجنة ببركة جميع أولياء بالخصوص بركة ذرية نبي بركة كل ورقة نبي بركة إستري إستري نبي بركة سلوره كل ورقة كل ورقة أمة نبي محمد على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحسن منطقا وأفضل صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد حوى يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا رب صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على
ومن بحبل النبي توسى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانا، الواضح برهانا، المبسوط في الوجود كرما وإحسانا. تعالى من هو عمشانا، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض من ما جرت به في أقدار القسمة. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيدي رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة سليم، فقد مريت صراط
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها الجزاء عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإرعان تثبت بها في القبور من الإيمان التواضع وتغلب على أهل اليقين من يسر ذلك الإذعان والتوفيق الشوال. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله لتغليظ لخلقه من خلقه ونفسه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستغفرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة لتشارك سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بها في العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحرمة لله وأنقذنا عليها. ويمتب بها بعداية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى فهوة المجد بكله وتفكروا من الشرف الأرضي بوده وحبه ما قرأت
والأبصار وقد مرضنا بالأحاد
أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة وأنه لا تكذيب وهو صدق برز في العالم منه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث Yeah.
Yeah.
بين قربى والرب هذا الحبيب فأعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأبقار الجود الإلهي على أهل الجود تليك وأنشأت الملائكة بالتبشير للعالمين تعيب
Oh,
محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وهو له مدى مكارم الأخلاق سوقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والأرض محتوي على المعنى الجد إذا دعوه المسكين وإجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق بيته والأرملة وله العزونة تهتك ليلة القرية التي تمتعد منها فرائض الأقوياء إلا المنية ومن نصيبه تعطى الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمودة إلا الكريم والتوسل لك بشرف مقامه العظيم
أنقذنا بحرمه في عقدتنا وسددنا بعين عنايتك وانتفضنا في جميع طردنا وطردنا وطردنا بجميع رعايتك وحسن رقايتك وان تغلغل يا الله من شرف القرب اليك وإلى هذا الحبيب غايت امالنا وتتقبل الباب وتجعلنا في حفاظ هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائب طباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولحقك من الحافظين الله أمين لنا ومعهم في رحمتك الخافضة فنتحمد وأطلنا بحيلة يرسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بدون رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أنت قابل عبادنا بالغفران أنت قابل عبادنا بالغفران أنت قابل عبادنا بالغفران والمسيء بالعجزان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وستجعلنا لمن نقر هذا الحبيب وزره ووهبه ظهره وهم بحرمته وشرف في وجهته أولادنا ووالدينا وأهل فضلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات براية الدين القويم في جميع الأفكار المنشورة وعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة منصورة وشب لهم كما قراءة المتربين واقضيت إلى المدينين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر عدد الظالمين وانشر الأقلام ولاة الحق في جميع النواحي والأقلام ويضيت من عندك ونظر على العاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسد الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسد الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسد الحصين من جميع البلايا أمين يا الله عمل من طاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ولي دائما فواكبنا ونال الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله
وسلم ببركة جميع العلماء والمصادر وسلم يا الله يا رسول محمد الفاتحة. لا Thank you.